طبعا الملف فيه حاجات كتيرة جدا، الملف فيه إصلاح هيكل الأجور في القطاع أو في الجهاز الإداري للدولة، زي ما قلت لحضراتكم في خلل شديد، في خلل شديد في هيكل الأجور في الجهاز الإداري للدولة. ولو بنتكلم على عدالة اجتماعية حقيقية، طبعا الحمد لله يعني بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية أصدر أو وافق مجلس الوزراء مؤخرا على موضوع الحد الأقصى للأجور، كنا اتكلمنا قبل كده عن الحد الأدنى للأجور. دي نقطة، يعني نقطة بداية جيدة جدا، لكن الجهد اللي مطلوب خلال الفترة الجاية هو بقى إصلاح هيكل الأجور، يعني ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى في مجال كبير جدا لإصلاح هيكل الأجور في الحكومة بحيث تعكس بشكل واضح يعني مفهوم العدالة الاجتماعية وربط الأجر بالإنتاجية وتوثيق العلاقة بين الأجر أيضا وتكلفة المعيشة. يعني الحقيقة في إن شاء الله تصور واضح هنقدر نعرضه على حضراتكم بإذن الله، في يعني جهد كبير الحقيقة إحنا بنستكمله. عشان أكون واضح، زي ما حضراتكم عارفين أنا في الفترة الماضية أيضا كنت بصفتي كوزير تخطيط كنت رئيس المجلس القومي للأجور، فكان في أيضا تكليف فيما يتعلق بالإصلاح هيكل الأجور، فأعتقد إن إحنا قطعنا شوط كبير. بإذن الله الفترة الجاية هنعرض على حضراتكم تصورنا إزاي هنتحرك في هذا الملف خلال الفترة اللي جاية. طبعا الجهد دايما بيكون جهد مشترك، أنا دايما بأكد على دي، إن إحنا صحيح إحنا هنا في وزارة التنمية الإدارية مع تخطيط مع المالية مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع وزارة القوى العاملة مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في جهد مشترك بيتم بحيث ان احنا ان شاء الله هيبقى عندنا هذا التصور. وزي ما قلت لحضراتكم كل حاجة انا بقولها النهاردة خلال اقل من شهر ونتحاسب على الكلام ده هيكون عندنا تصور واضح جدا بتفاصيل محددة بمدى زمني محدد بتكليفات محددة نقدر كلنا نتحاسب عليها كحكومة وكمجتمع أمام المجتمع.